بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله تعالى واشكروه أن أغناكم بحلاله عن حرامه وأباح لكم من الطيبات ما تقوم به مصالحكم الدنيوية والدينية وحرم عليكم الخبائث لأنها تضركم ولا تنفعكم إخوة الإيمان التدخين من العادات السيئة جدا المنتشرة بشكل كبير فبرغم أن المدخن يعلم علم اليقين أن التدخين يضر بصحته ويؤثر على وظائفه الجسدية إلا أنه يستمر في التدخين بل يصل الأمر به أيضا إلى الإدمان وبالتالي لا يستطيع المدخن أن يقتلع عن التدخين بسهولة ولهذا لا يقتصر ضرره أي ضرر التدخين على المدخن فقط ولكن يؤذي من حوله ايضا لذلك ايها الاخوه احببت ان اقدم لكم عبارات ارشاديه قصد التوعيه والاقلاع والتقليل من التدخين وخصوصا في الاماكن المغلقه فكل شخص مسؤول عن ضرر نفسه وعن ما يؤذي به غيره ولهذا اتفقت الأمة الاسلامية على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وذلك ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته و يعيش المجتمع المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا وللمحافظة على هذه الضروريات الخمس فقد أحل الله لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث فقال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأحل الله لنا كل ما هو نافع وحرم علينا كل ما هو ضار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ومن المعلوم أن التدخين حرمته الشريعة لأنه من الخبائث وقد قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهو محرم لأنه ضار بالصحة وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا والأدلة على حرمة التدخين كثيرة ولا يتسع المجال هنا لذكرها كلها فالتدخين من اضراره ايها الاخوه انه يزيد من احتماليه الاصابه بسرطان الثدي لدى المراه يغير من نبره الصوت ويزيد التجاعيد في الوجه ويؤثر على البشره ولونها ويتسبب كذلك في خروج الرائحه الكريهه من من الملابس والفم ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن كل مسكرين ومفترين ومن اضراره ايضا قرحه المعده فالمعده لا تلتئم الا اذا اقلع المدخن عن التدخين فالتوقف عن التدخين سيؤدي إلى تحسين الصحة فالتدخين أيها الإخوة يعد الطريق المضمون لشيخوخة مبكرة ويزيد من خطر حدوث الهشاشة بالعظام أخي الكريم أن لا تقتل نفسك فالتدخين موت بطيء والقاتل الودود إن الإنسان الذي يسعى للحصول على حياة صحية سليمة وخالية من أي مرضين يجب عليه الإقلاع عن عادة التدخين واتباع كافة الطرق والوسائل التي تساعده على التخلص من هذا الوباء المدمر لحياته وأختم. حديثي معكم ايها الاخوه برساله الى كل مدخن اجلس مع نفسك جلسه وكن صادقا مع نفسك وكن صادقا مع الله قم اخي الان وصل ركعتين متوجها فيهما الى الله بصدق ان يصرف عنك هذا السوء ودع عنك وساوس الشيطان وكلام الأصحاب قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندى لتصل وتنال رضا الكريم المنان ويسكنك بعد ذلك في أعالي الجنان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين